هنا عدن، المدينة التي كانت المتنفس الحضاري للجزيرة العربية قديمة، والمركز الحيوي والتجاري الهام الذي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. بدت الحياة هذه الأيام تأخذ إيقاعها المختلف ما بين الحركة الدؤوبة وجمود الانتظار، ولسان الحال ما قاله الشاعر لطفي جعفر أمان: طفران ولا بيسة، وبيتي في الخيسة، لا إير كنديشن إلا حمل نيسة، البحر قدامي خايف من الحيسة. هو نضال اليمنيين جميعا بلا استثناء بعد أن أتت الحرب على كل شيء، بمحاولة جاهدة للبحث عن فرصة للعيش ومواجهة المتطلبات الأساسية للحياة اليومية. كان لفريق برنامج حيث الإنسان موعد في أحد أزقة عدن القديمة بمنطقة كريتر مع مجموعة من النساء اللاتي تثقلهن مسؤولية البيت والأطفال دون سند أو معيل في ظل ظروف الحرب الاقتصادية الصعبة نتيجة الحرب الممتدة في طول البلاد وعرضها. اسمي روزة عبد الرقيب، عايشة بمعلة، ولدي اسمه 3 أطفال ومطلقة. أكبر بنت عندي سنة 6، وأصغر طفل لدي عمره 2 و8 أشهر. اسمي اشتياق محمد أحمد محمد، أرملة، وعندي 4 أطفال. الكبيرة خلصت ثانوية، واللي بعده أول ثانوي، واللي بعده صف ثامن، والصغيرة ثاني. روز واشتياق وبقية المجموعة لا تنقصهن الرغبة في الكفاح، وإن بدت أصواتهما خجولة وخافتة. لديهن مهارات متعددة منها الخياطة، ويحدوهن الأمل في امتلاك مشغلهن الخاص لتحسين أوضاعهن الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة لأسرهن. أحتاج مشروع صغير لإعارة أسرتي لكي يتوسع في مصروف أولادي، وإن شاء الله على المدى القريب يكون المشروع هذا أستفيد منه ويستفيد منه أولادي. في موضوع الخياطة أنا أخذت دورة صغيرة وإن شاء الله بكمل، يعني أخذت بعض الملابس خياطة بس بكمل إن شاء الله. تنظر إحداهما للأخرى وكأن ثقلا كبيرا قد انزاح عن كاهلها أخيرا، وكان الصمت كفيلا بما تبقى. تم توقيع عقد المحل والفرحة تغمرهن، ثم توجهنا لمعاينة مكان المشغل من أجل استكمال بقية خطوات التجهيز لاحقا. إن قلة ذات اليد لا تعني بالضرورة قلة الحيلة، بل ربما تكون دافعا كبيرا للتغيير، وهذا ما أرادت اشتياق ورفيقاتها تأكيده لنا. بدت المسافة بين ذلك الحلم على بساطته وبين الواقع هي تلك المسافة التي سيقطعنها لرؤية فريق البرنامج. كان الطريق هذه المرة لافتا للانتباه، داعيا للتأمل. انطلقنا معهن لشراء الأساسيات التي لا بد منها لكل مشغل: ماكينات الخياطة اليابانية، أرفف العرض، الطاولات والكراسي، التكييف والمقصات، وبكرات الخيوط. انتقلنا بعد ذلك لسوق الأقمشة، وهناك استقبلتنا التشكيلات الجميلة والمزركشة التي يمتاز بها أهل عدن، وهم المعروفون بالذوق الراقي والحس المرهف. أريد هذا، أشارت بثقة، وتراءت أمامنا الألوان البهيجة: أحمر، أخضر، سماوي، وكل ما يمكن أن يعكس الأمل في غد أفضل. بالإمكان أن نصنع
للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. وصلت المواد وكان الفريق يؤدي واجبه بجد ونشاط بعمل اجتمع فيه مكسب الدنيا والآخرة. تشارك الجميع في وضع الأشياء حيث ينبغي أن تكون. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا إذا ما اكتمل المشغل، ها هن يتقاسمن الأمكنة ويتشاركن المستقبل. دارت العجلة وكان صوت مكائن الخياطة بالنسبة لنا إذانا بالراحة لبعض الوقت من أجل البدء في رحلة إنسانية جديدة.